عيني بمان. الرئاسة الجديدة فين؟ عايز أقولها كلمتين، ينفع؟ ينفع طبعاً يا سيد الرجالة. بص، هي لسه عندها ندوة، هتخلصها وأجيبها لك على طول رقبتها عيني. رسيني يا روشن، بدل ما انت مجرجرني زي المعزه من الصاله اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر، نفسي اعرف فيه ايه. ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي، ده انت ذبح اتنين واخدني على جناح الاوانطه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه. لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك اسود، قتل اتنين وجايبه لي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلتلك انت منطوطة معايا في الاتنين. ليه؟ عايزني اتعدم مكانك؟ بتغفليني يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزة توديني في داهية ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا مؤاخذة يا معلم، انا والله بعتذر لك، انا اسف جدا جدا جدا. انا مش عارف اقول لك ايه. واضح ان انت نسيت يا فاضل، انا بشايش. لا مؤاخذة تاني، انا كده مش عارف اقول لك ايه خالص. تقول لي ايه في ايه؟ تلاقيها لما لمحتني في الصالة كتت. لا 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 يا معلم، انت كده لازم تحكي لي بينك وبين البنت دي. دي اول ما شافت وشك يا اخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. انت شفت معاها واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقة بقتل الواد ده؟ لا خلاص، أنا هحاول أروح للبت اللي عرفتني عليها، اسمها غنوة، وهي هتودينا ليها. لا احنا ملناش دعوة، الحكومة هي اللي هتروح. أيوة معلم، بس أنا كده هبقى أزيد غنوة جامد. في إيه؟ هي يا دوبك خيط للحكومة تشده وتجيب آخره. الواد مستغفلهم الاتنين وما يعرفوش هو عمل إيه بالظبط. أنا المصلحة بالنسبة لي إن الواد ده يغول خالص واستفرد أنا بقى من الثوم. كده تبقى المصلحة واحدة. حلاوة. يا حمام، صبح يا حمام، عامل إيه؟ أنا تمام الحمد لله. لا والله أنا حصل معايا حكاية في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصل لا مش مبلغ 100 150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما الدق. عارف والله مكسره على الكل يا حمام. ماشي ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي، سلام. عم أنسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم أنسي. انت مش راشد مين؟ راشد، انت ما سجلتش رقمي؟ يا عم احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل نمر. بقول لك ايه يا عم أنسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم أنسي. بكره انا عايزك من نجمة تجيلي اي وقت تصحى فيها، تبعدك وتعال. سلام. كده تمام، تسالة 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتورة ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي.
هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت؟ انا عرفت فضل. ان بيتباع عندكم يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني استني واحده.